الحرب في البلاد تدخل عامها الثامن وعدد لا يحصى من المؤتمرات والمشاورات. نتذكر مؤتمر الرياض الذي كان من المفترض أن يحل الأزمة اليمنية برمتها، إذ كان عقب إطلاق عمليات عسكرية بقيادة السعودية في تحالف عربي يدعم ما أسمته الشرعية في البلاد ورفض الانقلاب الحوثي. واليوم مجلس التعاون الخليجي يجري استعدادات مكثفة لعقد مشاورات في الرياض تشمل أطراف الصراع كافة ومن بينهم ميليشيا الحوثي للخروج برؤية لحل سياسي شامل في البلاد. دعوة خليجية قوبلت بردود متباينة ما بين جدوى حدوثها وترقب فشلها كسابقاتها من الحوارات والمؤتمرات، أهمها مؤتمر الحوار الوطني واتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة لحل الخلاف بينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي، غير أن معظم بنوده لم تتحقق حتى الآن خصوصا ما يتعلق بالشق العسكري والأمني. فهل أهداف هذه المشاورات واقعية ويمكن تحقيقها؟ أم أنها للاستهلاك السياسي فقط؟ وماذا سيحدث لو لم يشارك الحوثيون في هذه المشاورات التي اشترطوا لها شروطا عدة من بينها أن تكون في دولة غير مشاركة في الحرب؟ أهلا بكم. مهم جدا التأكيد على أن هذه مشاورات يمنية يمنية، هي ليست مفاوضات، مشاورات يمنية لا مفاوضات، وذلك برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاءت على لسان الأمين العام للمجلس نايف الحجرف موضحا أن المشاورات ستضم مختلف المكونات اليمنية دون استثناء في 29 من مارس الجاري. مشاورات أكد الحجرف أنها ستناقش تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، إضافة للمحور الإنساني والإغاثي وتعافي الاقتصاد وحماية النسيج الاجتماعي. ميليشيا الحوثي أعلنت موافقتها على المشاركة في المشاورات، لكنها وضعت عدداً من الشروط من ضمنها إيقاف غارات التحالف ونقل المفاوضات إلى دولة غير السعودية التي وصفتها الميليشيا بأنها دولة غير محايدة وأنها طرف في الحرب وليست وسيطاً. مراقبون وصفوا هذه المشاورات بالدعوة المفاجئة التي منحت الحوثيين فرصة لإظهار أنهم من يتحكم في مسار المعركة، وأنه من غير الممكن اليقين بأن الذي لم يرد أن يحقق إنجازاً جوهرياً في المعارك رغم استطاعته أن يكون قادراً على إدارة معركة السلام. الحكومة الشرعية رحبت بانعقاد المؤتمر والاستعدادات التي أقيمت بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرغ والمبعوث الأمريكي الخاص تيموثي ليندر كينغ. دعوة خليجية قوبلت بردود فعل متباينة بين مؤيد ومتحفظ ومعارض لعدم فعالية حلها للأزمة في البلاد في نظر اليمنيين، خاصة إذا غاب الطرف الحوثي الذي يعد سببا رئيسيا للحرب واستمرارها. كسب الحرب محطة، ولكن كسب السلم هذه تتطلب إلى جهود الجميع. المشاورات ستعقد، الدعوات سترسل للجميع، والمشاورات ستعقد بمن حضر، ونحن نتمنى أن يشارك الجميع وأن لا تفوت هذه الفرصة تقليبا لمصلحة اليمن ومصلحة الشعب اليمني. محطة أخرى من الفشل يراها البعض لا تختلف عن فشل مخرجات الحوار الوطني الشامل سابقا قبيل اندلاع الحرب وغيرها من المشاورات والمباحثات حتى اليوم، إضافة لعجز المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية كما فشل أسلافه السابقون الثلاثة. الحوارات اليمنية والمؤتمرات المتعاقبة باتت معروفة لدى اليمنيين بأنها دون جدوى حقيقية على أرض الواقع، فلا المبادرة الخليجية نفذت في السابق ولا قرارات مجلس الأمن نفذت أيضاً، ودائماً ما تعاني البلاد من انفصال الواقع الميداني عن الواقع السياسي. أما الرياض فهي تعلم جيداً أن الحوثيين لن يذعنوا لأي قرارات ببساطة، بينما تضغط الولايات المتحدة على السعودية للتوصل إلى حل سياسي، لكن السعودية لا ترى أي حل سياسي قد يرضيها بعد انغماسها لأبعد حد في النزاع اليمني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونحن في هذه الحلقة من المساء اليمني نتحدث عن المشاورات المزمع عقدها
في الرياض والتي أعلنت السعودية بهذه المشاورات كمبادرة منها لحل الأزمة اليمنية. تلقى الجميع هذه المبادرة ما بين متحدث بأنها قد تفضي إلى حل نهائي للأزمة اليمنية، وبعضهم يتحدث بأنها فشل إضافي ربما يضاف إلى فشل المؤتمرات السابقة. في هذه الحلقة نحاول أن نناقش ما الذي تريده السعودية بالضبط من هذه المشاورات، خاصة ونحن استمعنا في التقرير لحديث الحجرف وهو يقول المشاورات ستعقد بمن حضر. يعني هل يقصد بهذه العبارة أنها ستعقد حتى ولو لم يحضر كافة أطراف الصراع؟ نناقش هذه المحاور وغيرها مع ضيوفي الذي انضم معنا، أولهم الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللضيوف المحتملين. أهلا بك. إذن مشاورات تم الإعلان عنها في ستعقد في الرياض نهاية شهر مارس القادم دكتور، وبالتأكيد تابعت الأخبار حول ذلك. كيف يمكن وصف هذه الدعوة دكتور؟ أنا إذا أردت أن أوصف ما يحصل من سلوك سياسي من السعودية تجاه ما هو حاصل في اليمن، الحقيقة ربما يصدم البعض بما سأقول. هي دعوة لمشاورات فيها كذب ومغالطة واضحة، من حيث أولا أن السعودية دعت إلى مشاورات يمنية كما هو التصريح في الناطق باسم مجلس التعاون الخليجي. يعني الدعوة بهذا المعنى تريد أن تقول السعودية بأن الحرب في اليمن هي حرب أهلية، حرب الكل ضد الكل، وأنها تريد أن تقدم مساعي لجمع هذه الأطراف للسلام، بينما هي الحقيقة طرفا في الحرب، طرفا رئيسيا في الحرب. إذا أردنا أن نوصف الحرب في اليمن هي حرب بين أطراف داخلية يمثلها طرفان، الشرعية والانقلاب، ويمثلها طرفان خارجيان هما إيران والسعودية، وبالتالي لا تصلح السعودية أن تكون طرفا محايدا في مثل هكذا مشاورات، ولا إيران تصلح أن تكون طرفا محايدا في هكذا مشاورات، ولا تنجح هكذا مشاورات دون أن تكون الأطراف الفاعلة في الصراع حاضرة. يعني اليوم نجد تقييما سلبيا لمثل هذه الدعوة بمن حضر، يعني بمن حضر كيف؟ يتنامى إلى أسماع الجميع في وسائل الإعلام بأن هناك عدد كبير مهول من الحاضرين ويتسابقون على الغنيمة، وكأن هناك مصروف جيب سيوزع في نهاية المطاف للحاضرين. لكن عندما يحضر هؤلاء الناس دون الطرف الفاعل وهو الحوثيين، باعتبار أن الصراع داخليا هو بين طرفين، قلنا الشرعية الممثلة للشعب التي كانت ممثلة للشعب والآن أصبحت ممثلة للسعودية، وأصبح الشعب بدون تمثيل، والحوثيين الذين انقلبوا والحرب تمت لإزاحة انقلابهم ولعودة الشرعية. وبالتالي هذه الحوارات ربما أو المشاورات ستفضي إلى تسجيل كفلاء جدد وإعادة النظر في دعم كفلاء قدماء. أنا تحدثت دكتور أن السعودية هي طرف في الحرب، تسمعني دكتور؟ نعم يعني قلت بأنها طرف في الحرب، هل تريد السعودية من خلال هذا المؤتمر أن تخرج نفسها كطرف وتعود فقط لدور المشرف على الأحداث أمام الأمم المتحدة مثلا؟ دعيني أشبه ما تصنعه السعودية تشبيها يفهمه الجمهور البسيط اليمني. ما تقوم به من جهد شكلي أو شكلاني هو أشبه بلعب الصبيان كرة قدم في حواري المدينة، فلا هي لعبة حقيقية ولا تخضع لقوانين الرياضة وليس لها جمهور وليس لها امتيازات، وبالتالي هذا هو ما تفعله السعودية، أي أن هناك شيخ قبيلة يستدعي إلى مضاربه من أراد ويجري قانونه عليهم.
الحال ليس كذلك، الحال هناك حرب قلنا لها طرفين داخليين، وهي حرب يمنية بين من يمثل الشعب وبين انقلابيين، وحرب إقليمية لها طرفين وهما إيران والسعودية ومن معها مثل الإمارات. وبالتالي إذا كانت هناك دعوة حقيقية لمثل هذا فيفترض أن تكون وفق القانون الدولي وفق السياسة الدولية وفق العلاقة الدولية، أن يكون هناك مؤتمر دولي من تدعو إليه إما الأمم المتحدة، تدعو جميع الأطراف بما في الأطراف الداخلية والأطراف الإقليمية المشاركة في الحرب، وكذلك أو على الأقل دولة محايدة تحظى باحترام الجميع. نعم. وبالتالي إذا ما تحقق هذا الاختراق وحضر الناس إلى طاولة المفاوضات بما فيهم دولة محايدة مثل من؟ هم الحوثيين، يعني هذا كان أحد شروط ميليشيا الحوثي. كثير. الدول المحايدة كثيرة يا أستاذة، الدول المحايدة كثيرة، يعني كل من لم يولغ بالفتن داخل اليمن وبالحرب وبالقتال وبتمديد أمد الحرب هو محايد، ممكن السودان، ممكن كينيا، ممكن مصر، ممكن المغرب، ممكن إيطاليا، ممكن فرنسا، ممكن روسيا، الصين، الكويت، ممكن تختاري أي دولة تحظى بقبول من الأطراف الكل، من الحوثيين باعتبارهم طرف الرئيس الآن في الصراع. لم تعد الشرعية طرف الرئيس، الشرعية قلنا كانت في البداية ممثلة للشعب، وإذا بها قبلت أن تصبح ممثلة للسياسة السعودية، وهذه هي الكارثة. اليوم الطرف الغائب في المفاوضات هو الشعب اليمني، والأحزاب الحالية المؤيدة للشرعية والشرعية لم يعودوا قادرين بتمثيل الشعب، باعتبار أنهم فرطوا بالسيادة اليمنية، فرطوا بحق الشعب، أهدروا دماء اليمنيين. كيف يمكن أن تكون السعودية تضع نفسها طرفا نزيها؟ من سيقبل بهذه النزاهة؟ الحوثيون رفضوا أن تكون طرفا نزيها أو طرفا وسيطا وهي طرفا أساسيا في الحرب. يعني هناك كما قلت ألعوبة في الموضوع، ألعوبة شكلية، يعني مضيعة للوقت، هي لن ينقم عنها شيء. خطاب يقول بمن حضر، سيحضر 100 200 300، هؤلاء يمثلون أنفسهم، ما هي صفتهم؟ هل هم أطراف على الأرض في الحرب؟ هل هم قادرين على حسم الأمور في الميدان؟ أبدا. يعني ترى بأنها مفاوضات نعم ترى أن هذه المشاورات يعني غير حقيقية ولا يمكن تنفيذها على الواقع فقط للاستهلاك السياسي؟ هي عبثية بامتياز. أنا حتى على المستوى التعاقد اليومي بين الناس، ما لم يكون الطرفين المتعاقدين حاضرين فالعقد باطل، سواء بيع، شراء، وكالة، زواج، طلاق، يعني لابد أن يكون طرفي الموضوع حاضرين. نحن قلنا الطرفين اليمنيين المتحاربين هما الشرعية التي كانت تمثل الشعب وأصبحت تمثل القرار الخارجي، والحوثيين المنقلبين على الشرعية والذي تدعمهم إيران. إذن ينبغي أن يحضر الأطراف الداخلية وكذلك الأطراف الخارجية، وهذا يقتضي أن لا يكون أحد الأطراف وسيطا. كيف يكون طرفا في الحرب يقدم نفسه وسيطا وكأن الحرب أهلية في اليمن وهي حرب الكل ضد الكل؟ إذن ندعو جميع الناس لنعطيهم بغشيش، والله وقاه الله عندكم، تعالوا نوقف الحرب. يعني لن نصل إلى 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 نتيجة بدون موافقة الأطراف اليمنية الفاعلة على الأرض. هذا هو السيناريو المفترض. وكذلك لن نصل إلى إقناع الأطراف المتحاربة على الأرض بدون اقتناع الأطراف الخارجية الإقليمية السعودية وإيران التي لها كفلاء على الأرض وهم يمشون بوفق سياستها وأهوائها. يعني اليوم نحن على عتبة الحرب الثامنة، وبالتالي عبث في الحرب، عبث بالسياسة، عبث بالاقتصاد، عبث بالدماء. يعني اليوم الجيش الوطني يقصف من الدولة السعودية بشكل متكرر دون اعتراض من الشرعية. اليوم الجيش الوطني والآمن أكثر من عام بدون رواتب، بينما الجهاز المدني يستلم رواتب شهريا. يعني هناك خطة لتدمير أي قوة على الأرض تمثل اليمنيين. نعم، اسمح لنا أن نشرك معنا في حوارنا هذا الصحفي السعودي سلمان عسكر والذي ينضم معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ سلمان. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك. دعني أسألك مباشرة أستاذ سلمان، ما الذي تريده السعودية من هذه المشاورات؟ نعم، لا، سؤال لم أسمع سيدتي.
ما هو الهدف من الدعوة لهذه المشاورات التي قامت بها السعودية أستاذ سلمان؟ أولا أحييك وأحيي السادة المشاهدين. أنا لا أدري من أكحم اسم السعودية. المبادرة خليجية تمثل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وليست مبادرة سعودية، وليست في الأساس أصلا مبادرة. وما هي؟ هو لقاء نعم نعم تفضل. هذا اللقاء الذي سيطرح حلول أو مخرجات محددة، يدعو أطراف يمنية للتشاور يمنية والخروج بمبادرات أو حلول للأزمة عبر التوافق المشترك بين الأطراف المشاركة. هذه الدعوة لدول الخليج العربية لعقد هذه المشاورات أتت في وقت بصراحة حساس، ودعوة مباركة جدا تشكر عليها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وما أود الإشارة إليه أنها ترى يعني هي إنفاذ مقررات البيان الختامي لأعمال الدورة 42 للقمة الخليجية التي عقدت في الرياض في ديسمبر من العام الماضي. نعم. كانت أكدت على دعم دول مجلس التعاون الخليجي للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. هذه المشاورات التي تتم بإذن الله خلال الفترات القادمة هي استكمال لهذا البيان. عندما تسمى مبادرة سعودية، عندما تسوى مشاورات سعودية، أنا لا أدري من أين أتت هذه المسميات. طيب أستاذ سلمان، يعني الأمانة العامة كما تفضلت يعني هي من قامت بهذه الدعوة، والأمين العام يعني في كلمته أو في البيان الذي تم إلقاؤه قال بأن المشاورات ستعقد بمن حضر، ما قيمتها إذا لم يحضر أحد أطراف الصراع وهو ميليشيا الحوثي الذي يعني أعلن عدم موافقته إلا إذا كانت أو رحب في البداية ولكن بشروط معينة، أن تكون في دولة غير مشاركة في الحرب إشارة للسعودية؟ المملكة ليست مشاركة في الحرب سيدتي، هذا أولا. الأمر الثاني، تأتي هذه الدعوة من أمانة مجلس التعاون الخليجي للحوثيين للمشاركة في المشاورات اليمنية تأكيد على حرص دول المجلس على إشراك كافة الأطراف اليمنية في الحوار والجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. هذا دليل على صدق النوايا، هذا دليل على أن مجلس التعاون. أستاذ سلمان، أنا سؤالي يعني لم يشكك في النوايا، سألتك ما قيمة هذه المشاورات إذا لم يحضر أحد هذه الأطراف، وهو أهم يعني إذا يعني الحرب بين السعودية بين الشرعية والحوثي وقام بها التحالف بقيادة السعودية، كيف تقول بأنها ليست مشاركة في الحرب؟ يرفض الحضور الحوثي. سيدتي أنا بالنسبة لي أرى أن هذه الفرصة هي الفرصة الذهبية الغير مسبوقة. كيف سأجيبك؟ طب. حدثت مشاورات في السويد لم تجمع إلا ثلاثة أطراف، الطرف الحكومة الشرعية وطرف الحوثيين، عفوا طرفين فقط في الفترة الأخيرة، لكن في البداية كانت ثلاثة أطراف، الحكومة الشرعية والرئيس علي صالح حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين. الآن هذه الدعوة شاملة لكافة أركان وأحزاب وفئات الشعب اليمني، الوصول إلى مصالحة يمنية ليس لأحد تدخل فيها البتة نهائيا. هذه المشاورات أعطت مساحة أكبر لمشاركة كافة الشرائح اليمنية بعدما كانت محصورة في الحوثيين وفي المؤتمر الشعبي وفي الحكومة الشرعية. الآن الحزب الناصري، الحزب البعثي، كل كافة الشرائح والأحزاب اليمنية ستكون حاضرة. نعم يا أستاذ العزيز اسمح لي، يعني لا توجد مشكلة مع الحزب الناصري أو الحزب الإصلاح أو المؤتمر المتواجدين في الشرعية ويدعمون مع الشرعية ويدعمونها. الفكرة لم تجبني على سؤالي، ماذا إذا رفض الحوثي المشاركة لأنها ستعقد في الرياض وهو يأخذ موقف من السعودية؟ ما القيمة إذا يعني كيف ستحل الأزمة اليمنية؟ أنت تراها أنها فرصة سانحة ذهبية سانحة، وأنا أراها كذلك، والشرعية تراها كذلك، ولكن من يقنع الحوثي بأنها فرصة ذهبية؟ سيدتي مجلس التعاون الخليجي قدم كل ما لديه، والأرض اليسيرة الجاهزة لهذه المشاورات كانت ومرتبة لحضور كافة الأطراف. إن غاب طرف أو حزب أو غاب الحوثيين عن الحضور فالقرار قرار يمني، اليمنيون هم من يتخذ القرار، اليمنيون هم من يتناقش. هذه المشاورات يا سيدتي هي في الأخير ليست لمناقشة مشاكل سابقة،
بس بل البحث عن حلول. هذه الأحزاب ستحضر للبحث عن حلول ومقترحات. هي حاضرة أصلاً، هي موجودة مع الشرعية، لا توجد مشكلة بين الشرعية وهذه الأحزاب، وأي حل سينتج عنها لا يقبل بها الحوثي سنصل إلى نفس النتيجة. يعني أستغرب ما هي القيمة إذا لم يخضع الحوثي لحضور مثل هذه المشاورات والالتزام أمام مجلس التعاون الخليجي وأمام الأمم المتحدة وأمام العالم بأنه سيحضر هذه المشاورات ليتم تنفيذ مخرجاتها. يعني ما القيمة إذا اجتمع الرئيس مع حزب المؤتمر وحزب الإصلاح وحزب الاشتراكي وخرجوا بنقاط معينة لا ينفذها الحوثي ولن ينفذها؟ بهذا سيدتي يكون الشعب اليمني استهلك كل الفرص التي أمامه، سواء حضر الحوثيين أم لم يحضر الحوثيين. بعد ذلك ماذا سيحدث؟ لا، قرار يمني يمني، لا أعلم ماذا سيحدث، يبقى القرار للشعب اليمني. ولذا أنا أتمنى من الجميع أن يستغلوا هذه الفرصة التي منحها مجلس التعاون الخليجي مشكورا، وما قدم من خلال هذه اللقاء الذي سيكون يمني يمني، وسيخرج بإذن الله الجميع، أنا وأنت وكافة الطياف للشعب اليمني، تتمنى الخروج من هذا المشاورات بالتوافق لحل هذه الأزمة المعقدة التي لن يحلها في الأخير إلا الشعب اليمني. ولذا هذه أحد الحلول المقترحة. طيب هناك من يرى الدعوة لمثل هذا المؤتمر أو لهذه المشاورات بأنه إعلان لفشل عاصفة الحزم خلال 7 سنوات، ورأوا بأن الحل فعلا لن يكون إلا يمنيا. يعني لما لم يكن قبل ذلك، لما لم يتم ملاحظة هذا الأمر في السابق عوضا عن دخولنا في حرب لمدة 7 سنوات؟ لا سيدتي، لا يجب أن لا نسمي كما أسلفتي فشل عاصفة الحزم. عاصفة الحزم لم تكن فاشلة، عاصمة الحزم هي من أنقذت اليمن، حققت أهدافها. نعم حققت أهدافها عاصمة الحزم. عادت الشرعية؟ لا الشرعية، عودة الشرعية قريبا بإذن الله. أنا لا زلت أتكلم بأن الموضوع الآن عن حل سياسي تدعو له الأمانة العامة لمجلس الدول الخليجي، فيجب ألا نتجاوز أو نحكم على الظروف مسبقا. ننتظر هذا اللقاء التشاوري، من المفترض أن نؤمل أن يكون هو مخرج إن شاء الله للحل في اليمن، بدلا من التنبؤ بأمور لا نعلم عنها. الجميع ينتظر من هذه المشاورات اليمنية التي سيحضرها الجميع بإذن الله أن تخرج بنتائج توافقية سلمية تصب في مصلحة الشعب اليمني. نعم، إذن وصلت الفكرة أستاذ سلمان، وحققت عاصفة الحزم أهدافها بحيث وصلت صواريخ الحوثي إلى السعودية والإمارات. شكرا جزيلا لك سلمان عسكر، الصحفي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك دكتور فيصل، إذن هناك يعني إيمان بأن هذه المشاورات هي من ستحل الأزمة اليمنية، كيف تقرأ الأمر؟ هو الخطاب نفسه الذي سمعناه أشبه بموضوع شخص تقول له نحن الآن في الليل، يقول لك لا في نهار، والقمر هذا هو شمس، وبالتالي قلب الحقائق بهذا الشكل لن يصل معنا إلى حتى فهم الموضوع من ممثل يعني في إطار النظام السعودي. إذا سمحت ذكريني بسؤالك لأني لم أسمعه جيدا. نعم، كنت أريد فقط التعقيب على مسألة أن هناك إيمان بنجاح مثل هذه المشاورات، ولكنك تفضلت يعني إذا هناك شخص يعاكسك حتى بمسألة الليل والنهار فكيف يمكن إقناعه بشيء آخر؟ إذن الحوثيون إذا ما قبلوا الدعوة الخليجية اشترطوا عدة أمور، أهمها أن تكون في دولة محايدة، هل تتوقع أن يتم الاستجابة لمثل هذا الأمر؟ هم لن يستجيبوا للدعوة السعودية بهذا التصور، وحتى لو دعوا إلى دولة أجنبية لن يحضروا بسهولة، سيتمنعون وسيفرضون شروطا مسبقة لهذا الحضور، منها رفع الحصار، إيقاف القصف، فتح الموانئ، المطارات. يعني الحوثيون
منحوا فرصة لإعادة بناء أنفسهم كقوة، وبالتالي هم من يشترطون، وأصبحت الشرعية هي الضعيفة والجانب اليمني الممثل للشعب اليمني هو الغائب، والسعودية ساهمت مساهمة كبيرة في مثل هذا. أريد التعقيب على الخطاب الذي ذكره ضيفك سابقا، يقول ليست سعودية وإنما مبادرة خليجية. المبادرة الخليجية الأولى سميت مبادرة خليجية زورا وبهتانا، هي مبادرة سعودية ودعيت إليها دول الخليج كشاهد زور، والمشاورة اليوم هي مشاورة سعودية ودعيت إليها دول الخليج أيضا بنفس الطريقة، وحتى دول التحالف التي دعيت إلى 11 دولة هي شهود زور، بينما الحقيقة دول التحالف انحصرت في الإمارات والسعودية. هذه ينبغي أن نسمي الأشياء بمسمياتها. السعودية اليوم أنا ما أتوقعه، أنا من خلال متابعتي للأحداث وللسياسة السعودية، هي فعلت هذا الفعل ودعت الحوثيين وهي تعلم أنهم لن يحضروا، وهي أرادت أن تدعو فقط طرف الشرعية ومن يمثلها والأحزاب اليمنيين والمجتمع المدني حتى يوقعوا للسعودية شيك على بياض تفويض جديد، وبالتالي ربما تتنصل من كثير من الالتزامات في الإعمار، في الدعم، في تحمل المسؤوليات. وأنا على يقين بأن هؤلاء الذين سيحضرون مستعدين يوقعوا كما وقعوا سابقا على التدخل العسكري للسعودية بشيك على بياض، وبالتالي تم تدمير اليمن أرضا وإنسانا وهم يتفرقون، لا أحد منهم يعترض حتى على قصف مدنيين أو على قصف مدرسة أو على قصف جيش وطني ولا على الحصار الحاصل على 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 على, 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 على المناطق المحررة ولا على دخول هذه القوة العسكرية إلى مناطق لا يوجد فيها الحوثي. ومن سبق بيعه اليمن سيستمر هذا البيع بشكل أسوأ من سابقه. هذا ما أتوقعه أنا، بأنه دعتهم لكي تخرج نفسها من كثير من الالتزامات وبشهود أممي وبحضور أممي وبحضور خليجي، وهؤلاء عندهم استعداد للتوقيع وليس عندهم أي استعداد للممانعة. ولا كيف استدعى عبد الرب منصور أو قبل تدخل العسكري من السعودية قبل 8 سنوات واليوم يقبل الحوار؟ كيف قبل الحوار مع الانقلاب الجنوبي ولم يقبل الحوار من البداية مع الانقلاب الشمالي؟ يعني في نهاية الأمر عبد الرب منصور في نهاية الأمر والفريق الممثل للشرعية والتي لم تعد تمثل الشعب اليمني أصبحوا لعوبة بيد النظام السعودي، وهذا اللعب هو سيؤدي إلى مزيد من التفتيت، إلى مزيد من الإضعاف، إلى مزيد من التهميش، إلى مزيد من نسيان القضية اليمنية باعتبارها أصبحت هي الأصل والسلم هو الاستثناء، وخاصة مع اندلاع حرب كبيرة في أوكرانيا وروسيا ومهددة لحرب خطيرة على المستوى الدول الغربية، ستصبح الحرب اليمنية حرب منسية لن يلتفت إليها أحد. اليوم حتى الإغاثة كثير من المنظمات انسحبت، دول الخليج امتنعت عن دفع فلس واحد في مؤتمر المانحين، وبالتالي هؤلاء يدعون بأنهم ساعدوا اليمن، وأعلنت السعودية بأنها دعمت اليمن 19 مليار، لا ندري أين أثر هذه المليارات. 3 مليار أو 5 مليار كان كفيلهم بتأسيس جيش وطني لإزاحة الحوثيين من الوجود خلال شهر أو شهرين. يعني في نهاية الأمر نؤكد على أن هناك عبث واضح، وأن السعودية تمعن في تأجيج العدل في قلوب اليمنيين، وتحاول أن تجتذب مجموعة من المرتزقة حولها والمنتفعين وهم في الرياض حتى في المنفى لا يعيشون في اليمن. إذن دكتور، ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور محمد جميح سفير اليمن لدى اليونسكو من فرنسا. مساء الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. يعني مشاورات ستقام في العاصمة السعودية الرياض وبترحيب من الحكومة أيضا، ما الذي يمكن أن يغير في الأحداث بحدوث هذه المشاورات؟ وفي الواقع يعني المشاورات هي تمت بعد تواصل يعني كبير كان بين الأمريكان والسعوديين والإماراتيين، وكذلك يعني تمت كذلك مشاورات أو لقاءات بهذا الخصوص في عمان وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. هذه المشاورات هي في تصوري لن تأتي بجديد فيما يخص الأزمة الكبيرة التي يعيشها اليمن أو الحرب التي سبب فيها الانقلاب الحوثي، اللي سبب بسيط هو أن الحوثيين لن يحضروا، وكلنا نعرف أن الحوثيين لم يحضروا في الظروف التي كانوا فيها منهزمين إلا متلكئين، أن يحضروا في ستوكهولم الذي كانت القوات على أبواب ميناء الحديدة ومدينة الحديدة، ثم حضروا وبعد أن وقفت المعركة وكان لديهم بعض التحفظات على يعني بعض المقرات
اتفاق ستوكهولم، ثم بعد ذلك نسفوه من أساسه ولم يعملوا به. المهم أنهم أوقفوا إطلاق النار، وهذا هو شغلهم الشاغل حينها. الآن هذه المشاورات أنا أعتقد أنها، يعني بما أن الحوثيين هناك شبه إجماع بأنهم لن يحضروا، وهم قالوا ذلك بأنهم لن يحضروا ولديهم اشتراطات، من أكثر هذه الاشتراطات إثارة للسخرية أنهم يقولون أنهم لن يتفاوضوا مع من يسمونهم مرتزقة العدوان، وهذا فليكن هذا أمرا طيبا، لكن مع من كانوا يتحاورون في جنيف واحد وجنيف اثنين وفي ستوكهولم وفي الكويت وفي الحديدة كذلك وفي عمان فيما يخص الأسرى كانوا يتفاوضون؟ نعم، يبحثون عن عذر جديد. يعني إذا ما قيمة هذه المشاورات إذا لم يكن طرف الصراع الرئيسي غير موجود؟ يعني مجرد لما وقلنا بأننا اجتمعنا وخرجنا ببيان، يعني ما الحكمة؟ أنا أعتقد أن هذه المشاورات إذا كان الحوثيون لن يحضروا، وهم لن يحضروا في اعتقادي، فلا أقل من أن نخرج بشرعية قوية. أما إذا خرجنا بشرعية أضعف مما هي عليه الآن فإن المشاورات لن تجدي شيئا. كيف يمكن أن تكون الشرعية قوية بعد هذه المشاورات؟ ما الذي سيقويها؟ يمكن أن تكون الشرعية قوية إذا تغلبنا على عوامل ضعفها. هذه العوامل يعني إذا ما تم التغلب عليها ستعود قوية. هناك من يقول بأنه ربما يجرى تغيير للرئيس ونائبه، هل هذا ما ترمي إليه؟ لا، بالنسبة للرئيس لا، يعني لا يستطيع أحد أن نتجاوزه، اتفقي معه أو اختلفي، نتفق أو نختلف، هذا موضوع آخر. لكن الرئيس وكل هذا العمل باسم الرئيس وكل هذه الشرعية تأتي من شرعية الرئيس، لأنه لا يزال حتى هذه اللحظة يعني انتقل السياسة كما تشاء، لكن لا يزال هو الرئيس الذي يعترف به العالم رئيسا لليمن، وبالتالي كل الذين يعملون معه هم يكتسبون شرعيتهم من شرعية الرئيس نفسه. فلا أعتقد أن هذه المشاورات سوف تتطرق لشرعية الرئيس، لكن أنا أعتقد أنه إذا ما كانت هناك نوايا حقيقية لهزيمة الحوثي، فإن السياسة ليست الباب المناسب لهزيمة الحوثيين. السياسة جربناها مع الحوثيين منذ 2014 والمفاوضات والحوارات والنقاشات، إلى الآن لم تجدي معهم. الذي سيجدي معهم هو تقوية الموقف العسكري والميداني، هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها الحوثيون. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ بإرادة حقيقية، بالتخلي عن كافة الخلافات أو التغلب على كافة الخلافات التي تعصف بالمكونات المنضوية تحت مسمى هذا الجسم الكبير المسمى الشرعية، بمعنى أنهم يعني هناك طبعا صعوبات كبيرة للتغلب على هذه الخلافات، لكن إذا ما أردنا أن تكون الشرعية قوية فينبغي أن نتغلب على الخلافات بين المجلس الانتقالي والميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي، وأن يعاد تنفيذ اتفاق الرياض حرفيا، تدمج هذه الميليشيات جميعها ضمن إطار وزارة الدفاع والخارجية، ولا أيضا يعني لا يمنع ذلك من أن تكون هناك أيضا يعني استيعاب أيضا للقوات العمالقة والقوات الساحل الغربي، هذه في الأخير هي قوات يمنية وهي بالمعنى الأوسع تعتبر من خصوم الحوثيين. إذا أردنا أن نكون جبهة عريضة فلابد أن تكون هذه المسميات وهذه الجيوش المختلفة في الساحل، في الجنوب، في مأرب، في الحدود، لابد أن تكون تحت قيادة عسكرية واحدة وتحت قيادة أمنية واحدة. إذا خرجنا من هذه المشاورات لهذه النقطة بقيادة موحدة على المستوى الميداني عسكريا وأمنيا، فلا أعتقد أن هذه المشاورات ستنجح، لأنها ستنجح في أن تجعل الحوثيين يرضخون للأمر الواقع ويأتون للحوار. الحوثي لن يأتي إلى الحوار ونحن نعرف ذلك، أنا وأنت وضيوفك الكرام والمشاهدون نعرف بنسبة 100% بأن الحوثيين لن يأتوا إلى الحوار إلا إذا هزموا عسكريا الهزيمة التي تجعلهم يقبلون بالحوار. أما أن نذهب إلى مشاورات سياسية وإلى نقاشات ربما تؤدي إلى 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 طبعا خلافات أكثر دون أن تتوحد هذه الجهود في صالح الميدان، هل الشرعية قادرة على توحيد هذه الجهود كما تفضل؟ يعني اليوم الشرعية التي قودت خلال هذه السنوات السبع، هل هي قادرة على أن تقود مفاوضات يمنية كما تم تسميتها دون تدخل سعودي أو إماراتي؟ لنكن واقعيين، السعودية داخلة في الشأن اليمني والإماراتيون داخلون في الشأن اليمني والتحالف العربي هو موجود ميدانيا وموجود في السماء، فما الذي نقوله ونتحدث عنه عندما نقول لا تتدخل السعودية ولا تتدخل الإمارات؟ هم والمبادرة الخليجية الأولى
سياسي انا اختلف. لسنا نحن من قلنا هم من يعني في البيان تم الحديث عن ذلك استاذ دكتور محمد. دعيني اكمل. المبادره الخليجيه الاولى هي مبادره الرئيس السابق علي عبد الرصان، هو الذي اقترح بان يكون نائبه رئيسا فيما بعد، ثم اخذتها السعوديه وطورت فيها وتبنتها تبناها مجلس التعاون الخليجي، ثم تبنتها الجامعه العربيه، ثم اصبحت بعد ذلك من ضمن الادبيات المسجله لدى الامم المتحده التي اسست عليها قرارات دوليه. وبالتالي لكن دعينا نعود للنقطه الاساسيه. انا اعتقد انه اليوم يعني هناك فرصه سانحه بالنسبه للخليج وبالنسبه للشرعيه اليمنيه. هذه الفرصة وفرتها الأحداث الجارية حاليا في أوكرانيا، هناك طلب عالمي على النفط والغاز، هناك أزمة عالمية في هذا الجانب، والأمريكان يريدون أن تزداد مناسيب تصدير النفط والغاز، الروس لا يريدون ذلك، وبالتالي على العرب أن يجدوا مصالحهم في هذه المسألة بأن تكون هناك لغة مصالح بين العرب وبين الآخرين، وأن تكون في مقدمة هذه اللغة الملف اليمني المهم بالمقام الأول للخليج الذي يعد طبعا مصدرا أساسيا من الطاقة العالمية. هذه المسألة إذا ما استوعبت، وأعتقد بأنه جرت نقاشات مؤخرا في العاصمة الرياض بين البريطانيين والسعوديين وبينهم وبين الأمريكان كذلك وفي الإمارات فيما يخص هذه الأزمة، لأن الغرب يريد أن يرفع من معدلات التصدير، بينما الشرق أو روسيا لا تريد ذلك. هنا أن ننفذ إلى الوصول إلى مصالحنا، وأعود وأقول بأنه ما لم تتوحد كل المكونات العسكرية الموجودة على الأرض والمناوئة والمقاتل الحوثيين فإننا لن نتحصل على شيء، وما لم يدعم الجيش بأسلحة حديثة ونوعية ونعتمد على قوات برية على الأرض، لأن الجو مهما كانت قوته فإنه يعطي الغطاء، نعم يمنع تقدم المهاجمين، نعم يعيق الهجوم، يضرب خطوط الإمداد، نعم، لكنه لا يحسم المعارك. الذي يحسم المعارك هم المقاتلون على الأرض، ولذلك آن الأوان وقد آن من قبل أن نتحول في الاستراتيجية العسكرية من الجو إلى البر، المقاتلون هم الذين يمسكون بالأرض. إذا علينا إذا ما أردنا أن نخرج بشرعية قوية أن نتخلى عن مناكفاتنا السياسية على مستوى الأحزاب والمكونات السياسية، وأن نركز جهودنا على الميدان عسكريا وأمنيا، وأن يكون هذا التركيز منطلقا من مسألة توحيد القوى الميدانية تحت إدارة وتحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية لتوجيه الجهود، بدل من أن تكون لدينا ميليشيات في المدن نخرج هذه الميليشيات إلى خطوط التماس لمقاتلة الحوثيين، لأننا عندما انهزم الحوثيون وكانوا لا يزالون متحالفين مع القوات الرئيس السابق علي عبد الصالح في حينها، انهزموا في 2015 لماذا؟ لأنه كانت هناك إرادة سياسية قوية وعزيمة من أجل هزيمة الحوثيين، وانهزموا خرجوا من الجنوب كاملا، خرجوا من مأرب ومن أطرافها، وخرجوا من مناطق واسعة في تعز وفي إب، وثارت عليهم ثمان مديريات في صنعاء، ليسوا بهذه القوة، إنما قوتهم بضعفنا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد جمعي سفير اليمن لدى اليونسكو، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل دعني أسألك حول ما مدى قدرة الشرعية لإدارة هذه المفاوضات التي أعلنت بأنها ستكون يمنية، هل ما زالت قادرة على مثل هذا الأداء؟ الشرعية إذا كانت تريد أن توحد صفوفها وتعزز من قوتها لم تكن بحاجة إلى مؤتمر دولي ولا لمؤتمر إقليمي، هي كانت بحاجة إلى العودة إلى أي محافظة محررة، ثم دعوة الأطراف اليمنية ووضع خطة استراتيجية للاعتماد على الذات، وبالتالي وضع خارطة طريق أو اتفاقية أو أهداف أمام دول التحالف، إما بالبقاء معنا وفق هذه الشروط التي تحترم السيادة والقرار اليمني أو الخروج. وبالتالي إذا ابتلع الحوثيون وإيران اليمن تتحمل السعودية ودول الخليج هذا المال. لكن اليوم نحن نتحدث عن شرعية سلمت كل شيء للسعودية. أنا قلت بأن الشرعية أساسا هي من تمثل الشعب اليمني وفق الدستور والقانون، وبالتالي هذه الشرعية عندما أصبحت تمثل السياسة السعودية في اليمن أصبحت لا تمثل الشعب اليمني، والشعب اليمني اليوم لم يعد يثق بأي من الأحزاب التي تنطوي مع الشرعية ولا السلطة الشرعية ولا الحكومة بأنها تمثل الناس. أنا قلت قبل قليل وأريد أن أؤكد على هذا ليسمع القاصي والداني وخصوصا الداخل اليمني،
كل القوات العسكرية والأمنية التي تتبع السعودية والإمارات يتم صرف رواتبها بالسعودي وبشكل شهري. ماذا يعني هذا؟ الجيش الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع ويتبع ويمثل الإرادة العامة والشرعية الشعبية له أكثر من عام بدون رواتب. ماذا يعني هذا؟ يعني هناك سياسة إقليمية خطيرة في إنشاء ميليشيات لمزيد من التقسيم والتفتيت وإضعاف أي دور الجيش الوطني وإبقاء اليمن في المستقبل ممزقا وخالي من أي سلاح، وكذلك دولة منزوعة السلاح أو دول منزوعة السلاح. يعني اليوم حتى إذا أراد اليمنيون السلطة الشرعية أن تشتري سلاحا سيعترض عليها المتدخل الخارجي سواء السعودية بالإيعاز مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بمنع هذا السلاح باعتباره سيتسرب إلى أيدي إرهابيين، وبالتالي مسألة الإرهاب ستصبح هنا يلعاق أمام، مع أن اليمن هي دولة ذات سيادة وبالتالي من حقها أن تشتري سلاحها دون انتظار دعم من دول التحالف. دول التحالف لن تعطي أي سلاح قوي وفاعل لليمن، هذا من 8 سنوات لم تعطاه، وبالتالي من ينتظر أن تتفضل علينا السعودية والإمارات بدعم قوي في السلاح والذخيرة والتخطيط ودعم اليمنيين هذا مستحيل. يعني اليوم نحن بحاجة إلى أن يصبح هناك شرعية متماسكة بقرار ذاتي داخل الأرض اليمنية وليس في الرياض. هل تتوقع أن ينتج هذا القرار لتماسك الشرعية في هذا المؤتمر؟ هل يمكن أن يخرج بذلك؟ يعني يتفائل الدكتور محمد جميح، أنت سمعت لي بأنه قد يخرج المؤتمر ب يعني نقاط قوة تضاف للشرعية وقد يضعفها أكثر. هو تناول فرضيتين وكلاهما قابل للتحقق، ولكن التحقق الضعف أقوى من تحقق النجاح، لأن الشرعية في إطار وجودها في المنفى لن تستطيع أن تتخذ أي قرار يخالف سياسة الكفيل. الشرعية لن تكون بموقع قوي إلا إذا عادت إلى الأرض بقوة الدستور والقانون وبقوة القانون الدولي. كيف لرئيس جمهورية أن يعود من سماء عدن لأن الإمارات منعته؟ هل تثقين بشرعية بهذا الضعف أن تتخذ قرار أقوى وهي خارج حدودها وخارج جغرافيتها؟ لا يمكن. يعني في نهاية الأمر أنا أؤكد على أنه هنا ورشة العمل هذه وليست المشاورة، ورشة العمل التي ستجمع كل الأطراف اليمنية الداعمة للشرعية لا يستبعد أن يتورطون في التوقيع بشيك على بياض للسعودية بكثير من التملص من الالتزامات. هناك جرائم جنائية، هناك إعمار، هناك تعويضات، يعني لا يوجد بيت بدون ألم، لا يوجد تقريبا أسرة بدون جريح، بدون معاق، بدون شهيد. هناك ثكالة، هناك أرامل، هناك جسور، هناك منشآت مدنية، هناك هذه تعويضات لا تسقط بالتقادم. نحتاج إلى شرعية قوية تحرك هذه الملفات. السعودية ستستغل مثل هذه الورشة لتوقيع اليمنيين على تنازلات كثيرة باعتبارها طرفا، ليست طرفا في الحرب، وإنما على اليمنيين يتخذوا هذا القرار، وبالتالي ما الذي سيتخذونه؟ حتى وإن اتخذوا يعني نوع من خطوط من الخطوط العريضة للنب الصف والتوحيد الوطني ومن هذا الكلام لن ينعكس على أرض الواقع، لأنه معظم من يمتلك القرار يعيش خارج البلد، موزعون ما بين الرياض وتركيا والقاهرة وموزعين على عواصم العالم. أين هو مجلس النواب؟ في أي مكان موزع؟ هذا مجلس النواب بمقدوره دستوريا أن يعزل رئيس الجمهورية إذا خالف الدستور والقانون، بل بالعكس يذهب للتطبيل للسعودية ولبن سلمان وبن زاد ويطبل لعبد الرب منصور حتى ينال فتاته الشهري مثلهم. يعني نحن نتحدث عن شرعية ميتة يستحيل إحيائها، وبالتالي يستحيل بناء فرضية أن تخرج بنقاط قوة بعد 8 سنوات عجز وفشل. وبالتالي أنا أتحدث قبل قليل قلت كيف قبل عبد الرب منصور قبل 4 سنوات باتفاق الرياض 1 و2 بالتحاور مع الانقلاب اللي يصبحوا مع الشرعية، بينما رفض التحاور مع الحوثيين وطلب تدخل عسكري، واليوم ما الذي جعله يقبل التحاور مع الحوثيين؟ يعني كما يقال له ينفذ. هل هذا رئيس وهل هذه شرعية يمكن أن يعتد بها وأن يؤمل عليها؟ عبد الرب منصور في نهاية المطاف يحرص على موقعه الرئيس، اسمحي لي فقط، عبد الرب منصور يحرص على بقائه كفخامة رئيس جمهورية وليحصل ما يحصل، غير كذا عنده استعداد إذا طالب اليمنيون عزله سيرفض،
وسيحارب الجميع ومستعد يقدم الجميع كمعرقلين لمجلس السلام لاتخاذ تدابير عقابية ضدهم. هذا هو ما يحرص عليه عبد الرب المنصور، وبالتالي يتدخل أبنائه في الشؤون السياسية والاقتصادية ويمارسون الفساد بدون صفة. حتى أحمد علي في ظل النظام السابق كان عنده صفة عسكرية، كان قائد الحرس الجمهوري. أنا أريد أفهم أولاد عبد الرب المنصور يعبثون كل هذا العبث، ما هي صفتهم الأمنية والعسكرية والسياسية؟ إذن بطبيعة الحال نحن نأمل أن ينجح هذا المؤتمر وأن تخرج الشرعية بقوة كما يعني يرى المتفائلون لهذا المؤتمر. شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الآن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.